الاستهداف كان بداية بانطلاق المجموعة، عدم أول شخص من فريقنا هو المعتز بالله إبراهيم، عدم في تل أبيض بتاريخ 5/4 عفوا 4/5/2000. هل أعدم لأنه معارض لتنظيم داعش أو لأنه عضو في الرقة تذبح بصمت؟ لا، أعدم لأنه عضو في الرقة تذبح بصمت. كان هذا البيان الذي صدر عن تنظيم داعش والمبرر للإعدام فقط لأنه يعمل، نعم، داعش كانت حربها مع التنظيم، أعلن مع الرقة تذبح بصمت، أعلنت عبر منابر المساجد بخطب الجمعة أنه مجموعة أو فريق الرقة تذبح بصمت هو فريق مرتد خارج عن الدين، يواجب قتله أينما وجد، قتل الفريق أينما وجد. طيب هذه حالة فردية فقط حدثت في دار أبيض تل أبيض أو تل أبيض؟ بالنسبة للكادر بالبداية قلت لك ب 2014 عدم معتز، بعدين ب أورفة تركيا تم اغتيال إبراهيم عبد القادر أحد أعضاء رقة تذبح بصمت مع صديقنا فارس حمادي، بعدها بشهرين اغتيل الصحفي ناجي الجرف اللي كان هو مدرب الرقة تذبح بصمت بهذيك الفترة. طيب لنتحدث بالتفصيل عن تلك الاغتيالات، بعض الاغتيالات كما قرأنا وقعت في الأراضي التركية. نعم. كيف؟ الاغتيال الأول كان لإبراهيم وفارس عن طريق أحد الأمنيين المرسلين من قبل داعش، اكتشفنا هذا الشيء مؤخرا، شخص تودد للشباب هذول، هم يعرفون سابقا بالرقة، ولكن هو ذكرت لك أنه هو أمني يعني غير معروف أنه انتمائه لداعش، بين شهرين ثلاث أشهر ظل يتودد لهم، ساعدوه بأنه وجد بيت واستأجره وكانوا عنده بالبيت، جاب اجوا اصدقائه مع التنظيم قتلوا الشباب، كان عددهم هم 5 اشخاص، قتلوا ابراهيم وفارس، ابراهيم ب 84 طعنه بالجسم وفارس بفصل الراس ذبح.